تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعنا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع الصحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصير استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في إعداد يوسف سعد، في الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعاً، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم رقم التواصل 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما تعودنا برامجنا بتتطرق صحية طبية، وطبعاً أول فقرة من فقراتنا بنتطرق لفقرة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. نعطيكم جولة بالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال من أمس اليوم. مثل ما في وسم باللغة الإنجليزية، كورونا فيروس هو ما زال يتصدر ترند في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. وهذا كان بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والمعروف باسم كوفيد، تم تغيير اسمه، وتعود مواطن من الجنسية الصينية عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة. وهذا تم رصده دكتورة من خلال الفحص الدوري المستمر واللي هو متوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية. ممتاز. هذا الخبر هو كان سبب ان الوسم ترند، يعني فالناس اللي بتدخل بتشوف وسم ترند، هذا هو السبب. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي هي النصائح، مهمة جدا في حال ظهور اي عدوى تنفسية. المفروض الانسان ياخذ راحة، يرتاح، يسكن في البيت. يعني اي واحد بيعرف سواء كان مريض او مريض مفروض انه يغطي، يعني صحيح. هذا شيء مهم، يعني هاللي يعطون فيخه ويلا ما عاد شافتهم، بس يعني حتى لو ما كنت مدتهم بس الطرف الثاني يجيب له توتر. صحيح. تعرفين يعني بعد من الطرق اللباقة، يعني خلنا نقولها كلباقة كذلك، يعني الواحد يتضيج اذا حد عطس في وجهه او كح في وجهه. ترى هذا كان يوم طالعين السفينة البريدة، يعني يقول لك أنا مو بمريض، زين تفاصيلك يا أخي. اليوم إن شاء الله بنطلع في نقل مباشر مع المختصين من ضمن مبادرة صحة لايف، بنكون الساعة 11 نتكلم عن سرطان الأطفال. يوم السبت كان يصادف اليوم العالمي لسرطان الأطفال، واليوم بنتطرق أكثر عن سرطان الأطفال وكيف ممكن الواحد يكتشف المرض وأسبابه وأكثر الحالات يعني اللي تورد أو توصلنا نحن كهيئة الصحة بدبي. نعم. وهذا صار يتابعونا على الساعة 11 على إنستغرام لايف أو فيسبوك. ممتاز. بيكون الساعة 11 بعد البرنامج على طول. على طول. ونكتب برسالة صباحية بتقول: تحدى فشلك وأعد المحاولة بخطة جديدة ومختلفة، كرر ذلك حتى تنجح. ودمتي بصحة وسعادة. أسماء الجناحي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا مستمعينا بخصوص فقرة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، وكانت ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. نذكركم مرة ثانية في صحتك لايف الساعة 11، وبيكون الموضوع عن سرطان الأطفال. ننتقل فقرتنا الثانية وهي فقرتنا التوعوية، وبنتكلم عن نوع من أنواع الخضار اللي فوائدها كل يوم تكتشف فائدة جديدة لها. طبعا في الشتاء نحن نحب ناكلها، طبعا هي البطاطا الحلوة، وبنتكلم عن فوائدها
في الإمارات نسميها الفندال، ونحب ناكلها لأن بطرق معينة نسويها، والحين طبعا الطرق زادت أكثر وأكثر وقامت تنضاف الأشياء كثيرة حتى للسلطات والأشياء الثانية. بنتكلم إن شاء الله عن البطاطا الحلوة وفوائدها مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمية مصطفوي. صباح جناب الخير أستاذة لمية. صباح النور، هل حيك يا رجل؟ حياك الله ويانا. الله يسلمك. الموضوع اليوم شيق وجميل صراحة، وبتدينا نركز على البطاطا الحلوة وايد، يعني خاصة بعد ما تعرفنا على فوائدها، بس حابين نتعرف على فوائدها طبعا بالتفصيل. زين، أول شيء البطاطا هي الحلوة هي مصدر مصدر غني حق الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وبالإضافة إلى الألياف، وهي تعزز مناعة القلب والشرايين. كيف تعزز مناعة القلب والشرايين؟ أصلاً البطاطا الحلوة هي غنية بالبوتاسيوم. البوتاسيوم هي الشيء اللي معروف من عناصر البوتاسيوم أنها تحافظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات الضخ الدم بالمعدات الطبيعية، اللي هي تقول كل 100 جرام من البطاطا الحلوة النية تساوي 337 ملي جرام من البوتاسيوم. شو احتياجنا احنا للبوتاسيوم؟ احتياج الشخص العادي البالغ للبوتاسيوم من 3500 ملي جرام ل 4700 ملي جرام. نعم. يعني احنا لو ناخذ بطاطا حلوه فيها كميه حلوه منها، مش انها 50 ولا 70 ولا 100، لا فيها 300 وشيء، وهاي مصدر حلو لها. وبعدين البطاطا الحلوه تضبط مستويات الضغط في الدم حتى. هذا اول فايده لها. الفايده الثانيه لها انها تعزز صحه الجهاز الهضمي، لان فيها الياف وايد. ممتاز. فيها ألياف وايد، فيها ما لا يقل من 25 إلى 30 جرام من الألياف. ممتاز. وطبعاً إحنا الألياف الأيام ناكلها بقلة، وهذا ينتج لنا بالمغص والإمساك والكرامة. نعم. بما أن البطاطا فيها كمية حلوة من الألياف، هذا شيء يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويلين الإبراز والوقاية من الألياف من الإمساك مثلاً. زين. وبعدين شيء ثاني اللي هو يمدنا يمد الجسم بالطاقة. كيف؟ لأن فيها كربوهيدرات وهي أصلا نشويات، وتأتي أصلا مصدر رئيسي للطاقة في الجسم، وكل 100 جرام منها تساوي 90 سعرة حرارية. إنزين، شيء فايدة ثانية منها اللي هي مناسبة لأمراض السكر. كيف؟ لأن البطاطا الحلوة هي مؤشر لانخفاض للجلاكيمي المنخفض، وبحسب الدراسات انها تساعد على خفض نبضات هبوط السكر في الدم، ومنها هي تساعد غني وهي مصدر غني بالكربوهيدرات مثل ما قلت لك الياف. ممتاز. يعني شوف، يعني حتى بالنسبه لمرض السكر، يعني ما الواحد ما يتخوف، او ان يعني ذكرتيها ان صحيح، لا هي مش انها بس حلوه، لا بالعكس. انزين، شيء ثاني بعد يتقوينا المناعة. من أي ناحية؟ لأن فيها فيتامين سي. نعم. وفيها بيتا كاروتين. إنزين، شو تسوينا؟ تلعب دور كبير في تقوية المناعة وتعزيزها عن تحديدها للجذور الحرة. نعم. وفيها وهي تكافح الأمراض، وخاصة أمراض الشام والبرد وهالأشياء. ممتاز. وبعدين خاصة أحنا الحريم يهمنا البشرة والجمال. صحيح. وبعدين البطاطا الحلوة هي مصدر غني من الفيتامين فيتامين إيه. نعم. وهي معروفة بفيتامين الجمال. وبعدين شيء ثاني، البطاطا الحلوة يعطي دور كبير في زيادة البشرة نضارة وإشراقة. ممتاز. يعني مو بس كشيء تقذوي، يعني كذلك كشيء تجميلي. تجميلي. زين. وهي حتى وقاية من فقر الدم، لأن فيها مصدر قوي من الحديد والفوليت. نعم. اللي هو يكون له دور عظيم في الوقاية من أمراض الأنيميا وفقر الدم. نعم. وينصح بها بشكل عام للحوامل كوجبة خفيفة سهلة تساعد في امتدادها بما يحتاجهم من العناصر الغذائية ومهمة. نعم. إنزين، في ناس يقول ناخذ البطاطا الحلوة عن الرجيم. هي فعلا فيها مصدر معتدل من السعرات الحرارية، وتحتوي على كربوهيدرات صحي بالالياف اللي تساعد على فقدان الوزن، لان الالياف يشبع الشخص. ولاحظنا كذلك تعرفين، يعني يوم اشوف النظام الغذائي، يعني كثار ابتدوا يضيفونها للانظمه الغذائيه بدال البطاطا. واجد يضيفونها بطاطا. صحيح. بالضبط. وهي تشير الى يا نسو استاذه لمياء. نعم على حد. نعم. وكثير بعض الادله ان البطاطا الحلوه تحتوي على مركبات اخرى تساعد
في انخفاض الوزن. وشيء أخير مطلوب بسيط لتعمله، نعم، البطاطا الحلوة الحبة المتوسطة منها المشواية تساوي 103 من السعرات الحرارية، وهذا أقل بشوية من البطاطا العادية اللي هي بنفس الحجم بس فيها 143 سعر حرارية. ممتاز، يعني حتى في السعرات الحرارية تختلف. يانا سؤال أنت جاوبتي أظن عليه بس أساس نكرر مرة ثانية. سؤال يقول هل الفندان أو طبعا بلهجتنا الفندان البطاطا الحلوة تناسب مرضى السكر؟ نعم أنا جاوبت السؤال وقلت لك إنه يناسب لأنه تعتبر من الكربوهيدرات اللي هي يعني تأخذ وقت تنهضم في الجسم، نعم، والهبوط السكر عندها يكون حتى أقل. نعم، فما بيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر لا. بصورة سريعة. إحنا الخوف بس إن هي بطاطا حلوة حلوة، يعني لما تقول يعني الكلمة الحلوة هاي في الناس يبغوا كلها سكر. صحيح، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لي إذا السكر نزل عندهم ما بينزل بالسرعة أن ينزل أو يرتفع. صحيح. أستاذة لمية مصطفى ونشكرك صراحة على الموضوع على المعلومات اللي كانت موجودة كذلك في فقرتنا التوعوية لليوم. شكرا. اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمية مصطفى، وشكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا التوعوية وتكلمنا عن البطاطا الحلوة وفوائدها. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. ننتقل الحين لفقرتنا الثانية وبنتكلم أكثر عن استعدادات الهيئة للألعاب الحكومية. بدأت هيئة الصحة بدبي استعداداتها لخوض جولة جديدة من منافسات الألعاب الحكومية 2020، وذلك من خلال التدريبات القوية اللي يجريها فريق رجال ونساء الهيئة مختلف المواقع الرياضية تمهيدا للوصول إلى المراكز الأولى. وحول هاي الاستعدادات يسعدنا يكون معانا اليوم في الاستوديو الأستاذ حمزة عباس مسؤول الأنشطة الرياضية والبرامج المجتمعية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ حمزة. صباح الخير، يا هلا والله. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. يا هلا والله. بداية أستاذ حمزة، حابين ناخذ فكرة عن الألعاب الحكومية ومتى بيكون انطلاقها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الألعاب الحكومية السنة الثالثة إن شاء الله. نعم. كنت نسختين الأولى والثانية والسنة الثالثة، ونحن كهيئة الصحة الحمد لله دائما مبادرين ومؤيدين هاي المبادرة وندعم هاي المبادرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد. نعم. لمشاركة الهيئة في مثل هاي المبادرات بصفة عامة يعني. أما بخصوص الألعاب الحكومية، نحن نزلنا إعلان خلال الشهور الماضية في 2019 للي حاب يشارك في الألعاب الحكومية وعنده استعداد هو بدني. نعم. يشارك، وجونا حوالي 50 موظف ما شاء الله عبدو غير اللي كانوا سنوات سابقة يشاركون لنا، وسوينا لهم بعض الاختبارات في بعض المراكز الصحية. نعم. من خلال المدربين المتخصصين في أمور التحدي والسوالف، والحمد لله اختارونا فريقين، فريق 10 من بناتنا في دارة وعشر من الشباب الموجودين ما شاء الله. بدينا الحين احنا من شهر وشهرين تقريبا كل التدريبات موجودين، بنات تدريبات في الاسبوع يومين ما شاء الله، والشباب نفس الشيء يتدربون في الاسبوع يومين بعد. ممتاز. ونحن متابعينهم حاطينهم مدير ومديره بعد، اخت حواء مديره فريق السيدات، وعق عبد الله الفلاسي مدير فريق الشباب. نعم. وبالتالي نحن على استعداد، بالاضافه نحن خلال تدريباتهم ندخلهم في مبادرات الموجودة في دبي. ممتاز، لاحظنا هذا الشيء. التحديات الموجودة، نحن قبل فترة كان عندنا تحدي مرجان في رأس الخيمة. نعم. وجينا على تحدي مليحة عقب صحيح. جينا على تحدي مال خوانيج كان في حديقة المشرف، وقبل يومين كان الأسبوع الماضي كان تحدي تاريخ 14 كان تحدي المرموم، هذا كان تحدي قوي. نعم. وايد يعني، والحمد لله نحن الاستعداد الحين جارين استعدادنا لهاي
مسابقة إن شاء الله. طبعا هاي المشاركات كلها تعطي الفريق نفسه روح التحدي أكثر، تعطي اندفاعية أكثر، أو يعني أن تشجيع أكثر لخوض تجربة الألعاب الحكومية كذلك. كلام صحيح. نحن كاللجنة المنظمة يعني مع الفريق ومتابعين الفريق نشوف أن في هناك تحفيز وتشجيع بالنسبة لنا بنفسهم من ساعات، يعني نحن نعطيهم إجازة يومين في الأسبوع. نعم. هم بالعكس هم يروحون إضافي يتمرنوا روحهم يعني. ممتاز. مستعدين لهذا الشيء يعني. هذا يعكس كذلك يعني الروح المعنوية كذلك للفريق، وكذلك نفس الشيء أنه متشجع الخوض هاي التجربة من الألعاب الحكومية. نحن بس مو بصالة واحدة مشاركين، مشاركين ثلاث صالات إن شاء الله. إن شاء الله. حسب المعطيات الألعاب الموجودة هم عندهم خبرة الحين بالأجهزة الموجودة في الألعاب الحكومية. ممتاز. وطبعا كل سنه يغيرون الاجهزه. صحيح. بس نحن نحاول في بعض الاماكن الصالات ما في نوع الاجهزه في مكان ثاني، وبالتالي نحاول نشوف وين الصالات الموجوده بعض الاجهزه. نعم. عشان يكون تدريباتهم شامله يعني. صحيح. ويكون ماخذ فكره كذلك الموظف اللي بيخوض هذه التجربه من الالعاب الحكوميه على انواع كذلك الالعاب اللي بيمارسها خلال التجربه. بالضبط بالضبط. والسنه قالوا في بعد لازم اي المشارك يعرف السباحه يعني، يعني في موضوع سباحه يعني. إضافة شيء جديد يعني. وهم كل سنة يقوون التحديات أكثر يعني. ممتاز. والسنة هم دخلوا مدن عالم. نعم. بس بيسوون بطولة بروحهم هذي لك. يعني شيء جديد في وتحدي أكبر يعني. غير المحلي ويا بعض يعني. وبالتالي نحن مستعدين إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للألعاب الحكومية متى بيكون انطلاقها إن شاء الله؟ إن شاء الله الألعاب الحكومية تاريخ 18/3. 18/3 إن شاء الله. يكون اطلاق يعني شهر من اليوم تقريبا. شهر من اليوم. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الهيئه كان عندها استعدادات كثيره، ونفس ما ذكرت استاذ حمزه الخوض هاي الجوله الجديده من هاي المسابقات المهمه، وذكرت لنا اشياء معينه انتم تطرقتوا لها كذلك، يعني من ناحيه تدريب اختيار بدايه اختيار الموظف وتدريبه كذلك لخوض مثل هالتجربه. أنا بتكلم بصفة عامة خلال هذا الشهرين. نعم. نحن شو المسابقات اللي شاركنا وهذا. نحن ممتاز. أول شهر واحد شاركنا في ماراثون دبي العالمي. نعم. حوالي 443 موظف ما شاء الله. شاركوا. عدد كبير. عدد كبير شاركوا من هي هذه بطولة العالم طبعا في الماراثون السويد. شاركنا في عدة تحديات، عملنا بطولات في كرة السلة مع المستشفيات، كرة الطائرة مع المستشفيات اللي موجودة خاصة في دبي. نعم. هذا كله تجهيز وتدعيم للموظفين هي أنهم يمارسون نشاط رياضي. ممتاز. ونحن في الهيئة الحين الحمد لله يعني بخصوص الموضوع الرعاية، نحن راعين بطولة دبي العالمي للسيدات. نعم صحيح. انطلقت اليوم البطولة هاي. توفيق. انطلقت ونحن ماخذين المرحلة الرابعة إن شاء الله تاريخ 20 يكون علم الهيئة إن شاء الله وفانيلة الهيئة للبس البطل إن شاء الله. إن شاء الله. هذا كل الدعم من معالي حميد القطامي أن هيئة الصحة يكونوا متواجدين في جميع المبادرات الرياضية اللي تقوم في مدينة دبي. صحيح. وبالتالي نحن حاطين استراتيجية، حاطين خطة نسوي هالمواضيع وندعم ومسؤولين في الدائرة ما مقصرين، وأنا داعمين أي شيء خاص بالرياضة إن شاء الله. ممتاز. وبعد هذا عندنا تاريخ شهر 3 إن شاء الله عندنا يوم رياضي الوطني. نعم. يوم رياضي الوطني هاي كل سنة الحين حكومة دبي على مستوى دولة الإمارات نحن نسوي يوم رياضي الوطني، وبالتالي هذا تشجيع لجميع الرياضيين الموظفين الموجودين أن الرياضة مهمة لصحتهم هذا، وبالتالي يكون هاليوم كل الشعب مشارك من كبار من صغار من أصحاب الهمم يكون كلهم شغالين موجودين في هالبرامج، وبالتالي نحن مكتب مع مكتب التنفيذي ولجنة أولمبية هم اللي منظمين هذا الموضوع السنوي كل سنة، وبالتالي نحن إن شاء الله نحن مسوين برامج إن شاء الله. نتمنى الأخوة من موظفين مالنا يشاركون الجنسين يعني للجميع يكون مشاركين في هاليوم يوم الرياضي إن شاء الله الوطني بيكون رياضي، وبالتالي يكون إن شاء الله الرياضة سبب رئيسي في صحة الإنسان إن شاء الله. طبعا الجميل ونقطة يمكن أنا لأني موظفة في هيئة الصحة في دبي فألاحظها من ناحية الأنشطة الرياضية أو كذلك البرامج المجتمعية. أنتوا قبل فترة تعلنون عن هذا الشيء أساس يعني أكبر عدد من الموظفين يقدرون يشاركون يرتبون وقتهم الحضور هذه الفعاليات. بالعكس نحن ننزل إعلان قبل فترة يعني الحين عندها تاريخ يوم الرياضي الوطني بننزل من فترة. نعم. وحتى نحن معالي مدير عام الهيئة
دائما لا يمانع بين الموظفين ياخذون اجازه، نعطيهم اجازه ساعتين ثلاث ان يمارسون نشاطات حتى لو الصبح يعني، وبالتالي هم نحن مسهلين لهم من قبل الاداره العليا اللي عندنا كل شيء مسهلين للموظفين. صحيح. بس لما الموظفين هم يتواجدون معنا وياكم. كيف لاحظتوا يعني تواجد الموظفين كذلك؟ يعني طبعا في فعاليات تكون بعد ساعات الدوام الرسمي او تدريبات بعد الدوام الرسمي. والله السنه الماضيه كان اقبال جيد، حتى سوينا لهم مبادره في حتى كاياك هناك، راحوا البنات من دائرة من الصبح عطيناهم إجازة وراحوا عدد حوالي 50 وحدة ساروا واستانسوا هناك ويوم قضوا يوم سعيد يعني. كشيء تشجيعي كذلك. بالعكس يعني في الدائرة ما مقصرين. الحمد لله. يعني. الحمد لله. لاحظتوا فيه بالنسبة للموظفين يعني بعد ساعات دوامهم الرسمي هم يدربون أكثر عساس خوض هذه التجارب أو خوض هذه حتى المسابقات أو البرامج. وعموما الصباع عامة يعني موظفي الهيئة دائما يدربون. نعم. كل أماكن يعني عندهم مشاركين في صالات في المضامير الموجودة في مدينة دبي. كلهم يمارسون نشاط رياضي، وبالتالي نحن بعدهم يعني نحن ناخذ بعض الرياضيين ويانا يساعدونا في بعض الأنشطة وهذا، وبالعكس هم دائما موجودين يعني. ممتاز. طبعا الحين نفس ما ذكرت لنا استاذ حمزة بالنسبة للألعاب الحكومية بيضيفوا لها السباحة كذلك. في سباحة السنة خبرونا في سباحة، في لعيبة لازم يكونوا يعرفون يسبحون. هم المشاركة الألعاب الفريق الرسمي يكون 7 أشخاص. نعم. بس 5 يكونون يلعبون و2 احتياط. لا قدر، لان هذه المسابقه الالعاب الحكوميه مو بس القوه. صحيح. في قوه، في ذهن، في واحد يفكر، واحد يكون حكيم. صحيح. في الموضوع، واحد يكون يدبر في الموضوع، يعتمدون على التيم وورك او حتى على المجموعه. اساس الهدف منه روح الفريق. صحيح. وتكوين. صحيح. روح الفريق والإيجابية في موضوع هذا أهم شيء من المبادرة، هدف منه يعني. صحيح. للموظفين هي كلمة أخيرة توجهها المستمعين أستاذ حمزة خلال كلمة أخيرة أقول لجميع الموظفين هيئة الصحة أن يكونون يمارسون نشاط رياضي، لجنة رياضية موجودين في أي وقت، أي مبادرة هم عندهم، حتى للإدارات يعني نقول كلام للإدارات. نعم. أي مبادرة عندهم إحنا نزلنا استبيان، أي إدارة عندها أي مبادرة رياضية نحن حاضرين ونشوف وياهم ونجلس وياهم ونحن الحمد لله. قبل فترة اجتمعنا من الأخوات التثقيف الصحي وهذا. نعم. يعني نسوي برنامج رياضي صحي معاهم. ممتاز. أي بالعكس وما مقصرين، وبس نحن شوي نتريى بعض الأجهزة إن شاء الله بنشتري عشان يكون الرياضة والصحة ويا بعض. ممتاز. في أماكن وهذا والأخوات ما قصروا ويانا بالعكس. وروح التعاون كذلك بين يعني الأقسام المختلفة في هيئة الصحة في دبي، يعني سبحان الله الرياضة جمعتها، أو حتى يعني أن الترتيب لهذا المواضيع لأن في النهاية الهدف واحد. صحيح. يعني ما حد يشتغل لنفسه، يكون هدف لحكومة دبي ودولة الإمارات والجهة اللي أنت تشتغل فيه، تكون الموظفين كلهم على قلب واحد ويا بعض وهذا، ويتعاونون ويا بعض ويساعدون بعض، بالعكس كلنا العمل بينجح يعني إن شاء الله. صحيح. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ حمزة. شكرا. شكرا. مشكورين. أستاذ حمزة عباس مسؤول الأنشطة الرياضية والبرامج المجتمعية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص استعدادات الهيئة للألعاب الحكومية، وإن شاء الله الألعاب الحكومية بتكون في 18/3، نتمنى التوفيق لجميع الفرق إن شاء الله. مستمعينا بنطلع فاصل وبنرجع لكم، بس قبل ما نطلع أذكركم موضوعنا بعد الفاصل، بنتكلم أكثر عن موضوع كورونا، أسئلة وإجابة، وكذلك عن طرق الوقاية، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، أذكركم برقم التواصل 6005-5414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن كورونا، أسئلة وإجابة وطرق الوقاية. طبعا بنتكلم أكثر عن فيروس كورونا المستجد. طبعا لاحظنا أن هناك وايد معلومات تكون معظمها غير صحيحة عن المرض، قاعدة تطلع طبعا في أماكن كثيرة، وقررنا نخصص هذه الفقرة اليوم عشان نتكلم عن هذا الموضوع. بس حلقة اليوم بتكون للتثقيف عن المرض والموجودين. الدكتورة اليوم بتكون ويانا الدكتورة هند العواضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، بتكلمنا أكثر عن الموضوع إن شاء الله. دكتورة هند،
صبحت الله بالخير بداية، وحياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك دكتورة. طبعا الموضوع متداول بشكل كبير مثل ما الكل عارف، وفي مواضيع تكون صحيحة وفي مواضيع كذلك تكون خاطئة مدرجة في هذا الموضوع. فحابين نتكلم بداية نتعرف عن فيروس كورونا المستجد وطبيعة هذا الفيروس. أول شيء أصبح على المستمعين صباح الخير. هو بالفعل مثل ما قلتي الموضوع صاير متداول كثير ووايد فيه معلومات خاطئة أو غير صحيحة، فإحنا اليوم موجودين عشان نوضح بعض النقاط للمستمعين. إحنا يوم نقول فيروس كورونا هو مش فيروس جديد، هو فيروس كان من سلالة كبيرة هي سلالة الكورونا. نعم. واسمها يرجع لاسم لاتيني، يعني هاي معلومة يمكن يعني المستمعين ما كانوا يعرفونها، تشبهت بالتاج فعسب شي سميناها بالكورونا. الفيروس الكورونا هي فيروس يسبب أعراض تنفسية. نعم. من أعراض خفيفة إلى أعراض أشد وطأة. ومثل ما كنا نعرف سابقا كان في فيروسات شبيهة لها في الماضي مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم اللي هو سارس. نعم. وأيضا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الميرس كوفي. هذه فيروسات قديمة كانت موجودة، وحاليا عندنا فيروس الكورونا المستجد واللي غيرنا اسمه الحين صار اسمه كوفيد 19. صحيح. هو فيروس تم التعرف عليه أولا في مدينة ووهان. مجموعة من الناس كانوا طلعوا بحالات أعراض التهاب رئوية، وكانت هاي الحالات مرتبطة بسوق المأكولات البحرية والحيوانية. نعم. بداية المرض كان ينتقل عن طريق الحيوان للإنسان، وبعد ما زادت عدد الحالات تم اكتشاف أن هذا المرض ينتقل من الإنسان لإنسان آخر كذلك، مو فقط من الحيوان للإنسان بالضبط. لأن الناس كثيرة ربطتها أنه بس الانتقال من الحيوان للإنسان. فهذه دكتورة هند، حابين نتكلم أكثر كيف ينتقل هذا المرض؟ انتقال العدوى من شخص إلى آخر مثل انتقال أي مرض تنفسي، مثل أي حالة زكام عادية، عن طريق الرذاذ الملوث. إذا شخص سعل أو كح يعني، فالرذاذ الملوث ينتقل من شخص إلى آخر. نعم. احنا بس حابين نوضح هاي المعلومة انه هو ينتقل عن طريق الرذاذ، ما ينتقل عن طريق الجو. فهذه معلومة كانت بعد مغلوطة فيها الناس. صحيح. يتحرون ان انا اذا مريت صوب واحد في كورونا انا خلاص يعني مرضت بالكورونا، وهذه معلومة غير صحيحة. انت عشان تاخذ هاي العدوى انت لازم تكون مخالطة يعني قريبة من الشخص، مثل شخص معاك في المنزل. نعم. او شخص معاك في العمل لعدد معين من الساعات، لان العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ الملوث مش عن طريق الهواء. ممتاز، وهاي نقطة كذلك جدا مهمة. مستمعين اذكركم برقم التواصل 6005-5-1-4-1-4 وعلى الرسائل النصية 4006. تكلم الحين عن كورونا، أسئلة وإجابة وطرق الوقاية، ويانا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، نرجع لأسئلتنا كذلك، كيف يقدر الواحد يحمي نفسه من هذا المرض؟ مثل ما شرحنا سابقا الانتقال عن طريق الرذاذ الملوث. نعم. أنت تقدر تحمي نفسك بطريقتين بسيطتين جدا. لازم في شيء اسمه آداب السعال، ان انت لما تسعل او تعطس. نعم. في منديل، وهذا المنديل تتخلص منه مباشرة في سلة المهملات. وإذا ما توفر لك منديل أنت تعطس في باطن الكوع. نعم. يعني ما تعطس مباشرة في وجه الشخص اللي قاعد جنبك أو في الهواء. صحيح. يعني. والطريقة الثانية أن إحنا نحافظ على نظافة اليدين، لأن مثل ما قلنا الرذاذ الملوث أنت يعني الشخص العادي يلمس وجهه في اليوم كذا مرة. صح. فحتى لا شعوريا انت يعني لو تحسبها يعني بالاف المرات. فاحنا بهاي الطريقه نحافظ على ان العدوى ما تنتقل للاسطح للاشخاص. فاحنا نحافظ ان نغسل ايدنا بالماء والصابون طبعا يفضل لمده لا تقل عن 20 ثانيه، واذا ما توفر لك الماء والصابون تستعمل ماده كحوليه وتنظفها بطريقه معينه لمده 20 ل 30 ثانيه. ويعني هاي يمكن يعتبرها الناس
اعتبرها أشياء بسيطة، بس حتى يعني هذه الأشياء حتى لو كانت بسيطة بس نفعها وايد كبير. يعني الشخص كوقاية. يقول يعني أنتوا تقولوا لي أنا أقي نفسي من مرض الكورونا بس إن أنا أغسل إيدي وأعطس في منديل، هي بالضبط الوقاية جدا بسيطة لكن تأثيرها جدا كبير. صحيح، وهاي نقاط جدا مهمة حتى لو كانت بسيطة بس نفس ما قلتي دكتورة هند يعني أثرها كبير. دكتورة نرجع لأعراض المرض، احنا تكلمنا عن أسباب وطرق الوقاية له. طبعا أعراض المرض كيف تكون أو كيف تبدأ كأعراض؟ أعراضها شبيهة بأي شخص في زكام عادي، سعال، ألم في الحلق، حمى، صداع، ويمكن تشتد ويصير ضيق في التنفس، ويمكن يصير التهاب رئوي في الحالات المتقدمة. فأنت ما تقدر تفرق بينه وبين أي زكام عادي. فترة حضانة المرض، وأنا يوم أتكلم عن حضانة المرض اللي هي الفترة اللي أنت يكون لك الفيروس وتطلع أعراضها للخارج. نعم. هي تمتد ما بين يوم إلى 11 يوم، ويمكن في حالات استثنائية يمتد إلى 16 يوم. نعم. طيب الحين أكيد أنت بتسأليني إنزين أنا إذا فيني زكام عادي يعني أنا فيني كورونا؟ لا طبعا، عشان إحنا نبدأ نشك أن أنت فيك هذا المرض لازم تكون قادم من دولة موبوءة في فترة الحضانة اللي أنا ذكرتها، أو إذا أنت كنت مخالط لشخص في هذا المرض هني. إذا أنت كان عندك واحد من هالشيئين ومع الأعراض اللي أنا تكلمت عنها هني إحنا نبدأ نشك أن أنت فيك مرض الكورونا. نعم، وهاي نقطة جدا كذلك ذكرتيها دكتورة ومهمة، عساس الناس ما تتخوف من أي رشح أو أي زكام، لأن هالفترة الأجواء طبعا متغيرة، فيعني نسبة الرشح نسبة زكام يعني كثيرة في يومنا كامل. يعني أنا كطبيبة أسرة يعني يومين أشوف أعداد كبيرة تكون عندها نفس يعني أعراض الزكام، فهاي النقطة كذلك مهمة يعني من ناحية أن كيف نفرق إذا كان زكام أو كان كذلك أعراض الكورونا. دكتورة طبعا هناك ملاحظات في قنوات التواصل الاجتماعي حول كلام يشير إلى شفاء حالات مرضية، وكلام يقول أن المرض ما له علاج، كيف هالشيء؟ ويمكن الناس لما قرأت أن المرض هذا ما له علاج صار عندهم مفهوم مغلوط أن هذا المرض خلاص ياهو مؤبد، أنا تم مريض بمرض الكورونا. نعم. أو أني أنا بموت من هذا المرض. صحيح. وطبعا هذا الشيء غير صحيح. إحنا لما كنا نتكلم أن لا يوجد علاج محدد للفيروس الكورونا، إحنا كنا نتكلم أن أنا ما عندي علاج يحارب لي الفيروس نفسه. يعني احنا لما يجينا زكام عادي احنا ما الطبيب ما يعطيك دواء للفيروس الزكام نفسه، يعطيك ادوية تساعدك انك انت تتجاوز هذا المرض وتخفف الاعراض، تخفف لك الاعراض. فيك حمى راح يعطيك دواء تنزل لك الحمى. صحيح. لك كحة يعطيك دواء تعالج لك الكحة. عندك الم في الحلق يعطيك دواء يعالج لك الم الحلق. فاحنا لما تكلمنا عن شفاء هاي الحالات احنا كنا نتكلم عن ان الخدمة الرعاية الطبية اللي قدمتها دولة الإمارات لهؤلاء المرضى. نعم. كانت جدا متقدمة وجدا يعني على درجات عالية من التقدم والاحترافية. ممتاز. فالخدمة اللي قدمت له كانت عشان تساعد جسمه أنه يتجاوز هذا المرض. وطبعا هذا بعد في عامل ثاني ساعدنا في شفائنا من هذا المرض اللي هي مناعة الشخص. صحيح. فإحنا لما نتكلم أن هذول شفوا من المرض هذا معناته أن الخدمة التي قدمت له جدا ممتازة. نعم. وكانت خدمة لأعراض المصاحبة للفيروس. يعني إحنا ما نتكلم عن أنا أعطيتك حبة سحرية قضت لك على الفيروس. صحيح. لا. أنا ساعدت جسمك أن يتجاوز هذا المرض ومناعتك في نفس الوقت ساعدتني أن إحنا نتجاوز هذا. ممتاز، وهي نقاط كذلك جدا مهمة، لأن الناس صراحة يعني ما قلت يعني أن شوية الخلط أن في ما له علاج وفي نفس الوقت أن في ناس كثيرة كذلك اتشافوا. طبعا السوشيال ميديا أو كذلك مواقع التواصل ما قصرت بالمجال
المعلومات الكثيرة اللي كانت تعطيها. بس نرد نكرر مرة ثانية، نتأكد من الموقع اللي أخذ منه المعلومة، هذا شيء جدا مهم. يعني على سبيل المثال في ناس، يعني في أشياء كثيرة أو مواقع تواصل كثيرة تكلمت عن استخدام كذلك الثوم دكتورة كعلاج ووقاية من فيروس كورونا، فشو صحة هذا الكلام؟ يعني مثل ما احنا نعرف ان الثوم له خصائص، هو غذاء جدا صحي، له خصائص تحارب الالتهابات، لكن هذا ما يعني ان الثوم هو علاج لمرض فيروس الكورونا. يعني ما في اي دليل طبي او علمي او اي ابحاث عملت في هذا المجال. انا ما اقدر اقول ان انت اذا ياكل فيروس الكورونا خذ الثوم بتتعالج، طبعا هاي معلومة جدا مغلوطة، وما معناته ان الثوم راح تزيد مناعتك بعد وراح تحميك من فيروس الكورونا. هو غذاء صحي لكن ما نقدر نربط الثوم بالعلاج كامل. ونفس ما قلتي طريقة العلاج، احنا نعالج اعراض المرض اكثر من ان قاعدين نعالج المرض نفسه او الفيروس نفسه بالضبط. كذلك بالضبط، يعني حاليا ما في علاج للفيروس نفسه، لكن العلاجات اللي احنا نقدمها هي علاجات مساندة له. ممتاز. طبعا مو فقط يعني كذلك لو نلاحظ في ناس وايد تأثرت حتى عن طريق شرائهم للبضايع أو شرائهم حتى عن طريق الأونلاين. فبالنسبة لناس كثيرة شبكوا انتقال الفيروس كذلك بالبضايع اللي بيشترونها عن طريق الأونلاين، فشو صحة هذا الشيء دكتورة؟ يعني دكتورة احنا لما نتكلم ان احنا بالفعل يعني كثير ناس قالوا خلاص احنا ما رح نطلب اشياء، ما رح نشتري اشياء اونلاين لانه يمكن ينا الفيروس من هناك. الفيروس هو كائن حي ولا يمكن يعيش على سطح غير حي لفترة زمنية طويلة جدا. الفيروس عشان هو يعيش ويتكاثر يحتاج جسم حي يعيش فيه. صحيح. احنا لما نطلب اي غرض من اي دولة وحتى لو كان في الفيروس، لين ما يوصل الغرض للدولة الإمارات هذه يبيلها يمكن بروسس أيام. صحيح. فهل يعقل أن الفيروس راح يعيش هاي الفترة الزمنية كلها ويوصل عنا؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح، وهي معلومة غلط. يعني الفيروس يحتاج جسم حي عشان هو يقدر يعيش فيه وعشان يقدر يتكاثر. فالطلب الأونلاين وشراء الأشياء أونلاين هذا جدا آمن، وما في أي حالة أو أي دراسة عملت إن بالفعل إذا أنت طلبت أونلاين راح يجيك فيروس الكورونا. هذه معلومة خاطئة. ونفس ما ذكرتي دكتورة، يعني إذا بطلب يعني ما ألقى، يعني خاصة إذا بلد بعيد مدرسة يعني ما ألقى اليوم الثاني، يعني حتى لو الإكسبرس الخدمة السريعة يعني ألقاها يعني بعد فترات، يعني أيام إلى أمرات تكون أسابيع إذا ما وصلت حتى شهر مرات. دكتورة نرجع لموضوعنا بخصوص الناس الحين مركز أكثر طبعا على الماسكات، ويعني مثل الأقنعة اللي تنلبس أو أنها تغطي وجهها على أساس يعني عدم انتقال العدوى إلها، فحابين نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. يعني صاير هوس كبير للناس إن الماسكات، وصارت الناس تعرف الماسكات المتقدمة. صحيح. يعني في ناس قاعدين يتكلمون عن الماسك الجراحي والماسك N95، وصاير عليه يعني طلب كبير لدرجة إن صاير حتى هذا يعني مثل ذعر صاير للناس إن الماسكات خلصت ما قمنا نحصل ماسكات. فكرة الماسك هي فكرتها شخصين يستعملونها، اولا الشخص اللي يكون يشتغل في المراكز الصحيه، الطبيب، الممرض، الطاقم الطبي. نعم. ليش؟ عشان هو يحمي المرضى الثانيين من انتقال العدوى. نعم. يعني الماسك احنا ما ننصح في اي شخص يلبسه الا اذا كان مريض. الفكرة انك انت ما تنقل العدوى للشخص السليم. يعني انت اذا فيك مرض، اذا عندك اعراض تنفسية، قاعد تكح او تسعل او اي شيء، فهذا احنا شو نحمي الرذاذ انه نعم. يوصل للشخص الثاني عن طريق هذا الماسك. نعم. لكن الشخص السليم ما 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 في اي داعي انه يلبس ماسك او يحمي نفسه من شو بالضبط. يعني هي الفكرة انك انت ما تنقل العدوى للشخص الثاني. صحيح. مش ان انت تحمي نفسك ان الرذاذ ما يوصل لك، هاي معلومة جدا خاطئة. يعني الاطباء والطاقم التمريضي يلبسونها لانه هم يتعاملون مع الاشخاص المرضى. صحيح. بشكل يومي وبشكل كبير، فهم عسب
يحمون نفسهم ويحمون الأشخاص الثانيين المرضى الثانيين يلبسون هذا القناع. لكن شخص عادي يمشي في أماكن عامة يلبس ماسك، أنا يعني هذه معلومة جدا خاطئة أو ما لها أي داعي أو أي فائدة. صح، لنية فترة يعني خاصة بداية ظهور المرض أو انتشاره، يعني تحسين الناس معظمها يعني متلفقة تبغي الماسك، تلبس الماسك يعني طول الوقت بالماسك، يعني كان التخوف. وكذلك نفس ما ذكرتي يعني المعلومة أن للمريض أو الشخص أساس ما ينقل الرذاذ للأشخاص الباقين، بدال أن الشخص يلبسه يعني إذا أنا ما عندي أي أعراض ما عندي أي مشكلة ليش ألبس الماسك. بالعكس أنت يوم تلبسين الماسك بتمين تمسكين وجهك يمكن ضعف الوقت. صحيح صح، كل دقيقة بتمين تعدلين في الماسك وتضبطين في الماسك، أنت يعني كأن ضاعفتي عدد المرات اللي مسكتي فيه وجهك. وإحنا أصلا قلنا أن المرض ينتقل عن طريق الرذاذ، فأنت كأنك قاعدة تزيدين أكثر من الخطر اللي يمكن ينتقل. صحيح. دكتورة هند، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. أنا أنوه المستمعين أن أولاً ما يتداولون الشائعات، يعني أي شائعة توصلهم ما مو على طول ينشرونها، لازم يتأكدون من صحة المعلومات الموجودة من الجهات الحكومية الصحية المعتمدة، وزارة الصحة وقاية المجتمع، هيئة الصحة في دبي، دائرة الصحة في أبوظبي. إحنا ناخذ معلوماتنا من مصادر موثوقة. صحيح. وما نتداول أي إشاعة ونزيد من الذعر، ونبي نطمن الناس أن الوضع في الوضع على الوضع آمن وما له داعي الناس تخاف وتبالغ في خوفها أبدا. ودمتم بصحة وسلامة. ودمتم بصحة وسلامة إن شاء الله وسعادة كذلك. دكتورة هند العواضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة لليوم، وتحدثنا عن كورونا، أسئلة وإجابة وطرق وقاية. كانت ويانا الدكتورة هند العواضي. طبعا النصيحة الأخيرة حلقة اليوم، نتأكد من الموقع اللي ناخذ منه معلوماتنا، هذه جدا مهمة. مو بأي موقع أخذ منه المعلومة وأصدقها وأطبقها، المشكلة أن نطبقها مرات كثيرة وتكون المعلومة غير صحيحة. في مواقع كثيرة تابعة لهيئة الصحة، تابعة لوزارة الصحة بدبي، المواضيع اللي تنطرح كذلك يعني فيها شفافية، وكذلك في نفس الوقت معلومات موثوق فيها 100%، بدل ما نتأكد أو نقرأ من مواقع غير موثوق فيها. مستمعينا كانت هذه حلقتنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.